دلوقتي لو منتخب مصر قدامك كده وبنعمل تشكيل مع بعض بمنتهى الصراحه وعشان مصر، تقعد مين على الدكه ما تقوموش؟ طب ما تقولي لي مين الفرق اللعيبه اصلا؟ مين اللعيبه اللي في منتخب مصر دلوقتي اللعيب اللي هتنقيه كده تقول له اقعد شكرا دلوقتي؟ من الفتره اللي فاتت دي؟ حجازي. ايوه انا اقول لك حجازي. ايوه امال مش انت عايزه؟ عد طبعا. انا بقول يعني انا مش واحد، لا ده في ست بقول لاعب مش حجازي النني. بتبصي لي ليه؟ نني؟ ايوه نني. ده اي حد محترف متضايق منه؟ لا هو ده دي خلاص، هو زي ما بنقول كده ان هو كبير في السن خلاص. هو دلوقتي طب ما شيكا كبر في السن، ربنا يديله الصحه. ماله؟ كبر في السن برضه وبيأدي. شيكا بال؟ لا شيكا موهوب، في فرق بين الموهوب. نني مش موهوب؟ لا طبعا. امال اللي خدوه ده خدوه ليه؟ مين؟ يعني قلت احمد ميدو خدوه عشان بنيانه، مع ان هو كان في انا مش مصدقه الحكايه دي ان حد ياخد لعيب كوره عشان بنيانه. امال هياخده عشان ايه؟ يعني هو بنيانه هو هيلعب كمال اجسام؟ يعني احمد حسام ميدو ما كانش كان قوي بدنيا وجسمانيا، لكن ما كانش حريف، ما كانش موهوب. لا ما كانش حريف طبعا.